بسم الله والأمن والروح القدس لله العالمين، تحيا نعمات وبركاته على أرواحنا جميعا آمين. طبعا في إصحاح 13 لحديت وقفنا لحد عدد 34. أذكركم إصحاح 13 كله بيتكلم عن أسرار ملكوت الله، والإصحاح ده مشهور بأمثال ملكوت الله. صح، 13 ده مشهور بأمثال ملكوت الله. وآخر مثل تكلمنا عنه عن مثل الزارع الذي خرج ليزرع، واتفقنا مع بعض أنه في 4 أنواع من الأراضي: الأرض الطريق، والأرض الحجرية، والأرض الشوكية، ورابع حاجة الأرض الجيدة. وقلنا الأرض الجيدة هي جيدة ليه؟ لأنها بتجيب ثمر، لأنه الأرض من غير ما تكون فيها ثمر يبقى هي مش أرض جيدة. وأنه الإنسان بيدخل السماء عن طريق الثمر، يعني الإنسان بتبتدي الملكوت بتاعه بيبتدي هنا من الأرض. لما يقول المسيح له المجد يشبه ملكوت السماوات، معناها الملكوت بيبتدي معانا من هنا من الأرض. عشان كده المسيح له المجد بيقول إيه؟ ها ملكوت الله داخلكم. فإذا أنت عايز تدخل الملكوت، الملكوت مش بيبتدي بعد ما الإنسان ينتقل، لا، الملكوت ده بيبتدي معانا هنا من إحنا وعلى الأرض. عشان كده أدانا ليه أمثلة. وإذا أنت عايز تحدد مصيرك الأبدي في الملكوت، بتحدده من هنا وأنت في الأرض، هل أنت لك ثمر ولا لا. وقلنا أن الأرض الرابعة هي اللي جابت ثمر 30 و60 و100. عدد 34 قدم لهم مثلا آخرا قائلا: يشبه ملكوت السماوات إنسانا زرع زرعا جيدا في حقله، وصنع وفيما الناس نيام، جاء عدوه وزرع زوانا في وسط الحنطة ومضى. ولما طلع النبات وصنع ثمرا، حينئذ ظهر الزوان أيضا. فجاء عبيد رب البيت وقال له: يا سيد، أليس زرعا جيدا زرعت في حقلك؟ فمن أين له زوان؟ فقال لهم: إنسان عدو فعل هذا. فقال له العبيد: أتريد أن نذهب ونجمعه؟ فقال: لا، لئلا تقلعوا الحنطة مع الزوان وأنتم تجمعونه، دعهما ينميان كلاهما معا إلى الحصاد، وفي وقت الحصاد أقول للحصادين: اجمعوا أولا الزوان واحزموه حزما ليحرق، وأما الحنطة فاجمعوها إلى مخزني. ملكوت السماوات زي ما قلنا يا جماعة مثل تاني من أمثال ملكوت السماوات، لأن ربنا دايما بيقول لنا هل السماء مالكة على دماغك وراسك وانت في الارض ولا لا. الارض مالكة على دماغ كل الناس، ماذا ناكل، ماذا نشرب، ماذا نلبس، نتفسح ازاي، نعمل ايه، نركب عربيات ازاي، اقتصاد، الحروب، كل ده مالك على الارض. انما في حاجة اسمها ملكوت السماوات. هل ملكوت السماوات يملك عليك انت وفي الارض، ولا اللي مالك عليك هو الارض؟ ده سؤال مهم. بعدين قال، ادى المثل الثاني لملكوت السماوات، وقال انسان، يعني المثل ده مرتبط بالمثل اللي فات بتاع مثل الزارع. فقال الارض الجيدة اللي فيها ثمر 30 و60 و100، انت لنفرض ارض جيدة وبتجيب ثمر، لكن حتى في الأرض الجيدة اللي بتجيب ثمر دي بيجي العدو
وبيزرع مع الحنطة زوان. طب العدو ده هو مين؟ ها؟ مين العدو؟ الشيطان. الشيطان هو العدو اللي بيجي يزرع زوان مع الحنطة. انت ارض جيدة وعندك حنطة حلوة، لكن بيجي العدو يزرع هذا الزوان، والعدو هو الشيطان. طيب بيقول الكتاب الرب يسوع يقول وفيما الناس نيام جاء عدو هذا الإنسان. يعني مش مين اللي نام، الناس ولا الإنسان؟ فيما الناس نيام، مش كده؟ يعني هذا الإنسان يرمز إلى الله، فالله لا ينام، لكن اللي ناموا هم الناس. إذا أي إنسان بينام على خلاص نفسه في الفترة اللي بينام فيها دي، بيجي الشيطان العدو ويحط زوان مع الحنطة اللي أنت حطيتها في الأرض الجيدة دي. طيب إمتى يجي الشيطان ويحط هذا الزوان؟ إمتى؟ لما الإنسان ينام. يبقى اوعى تنام. ما اقصدش اوعى تنام يعني ما تنامش نام جسد، مش كده؟ كلنا بننام، الرب يسوع المسيح نفسه نام، مش كده؟ لكن اوعى تنام على حياتك الروحية، لأن طول ما انت نايم على حياتك الروحية حتى لو انت أرض جيدة، يأتي عدو ذاك الإنسان ويحط زوان مع هذه الحنطة، يحط أفكار شريرة، يحط مبادئ غلط، يحط عادات غلط، يحط أي حاجة غلط، لأنك أنت نمت في السكة، نمت في الطريق، وده اللي بنسميه الفتور الإيه؟ الفتور الروحي. ده بيحصل مع ناس كثيرة يا جماعة. ياما في ناس كثيرة بتكون عندها حنطة في حياتها ونامية في حياتها الروحية، لكن بمجرد ما تنام عن حياتها الروحية تلقى الكسل يبتدي، ويبقى النميمة تبتدي، والمشاكل تبتدي، والشكل والخناقات والشتيمة والحلفان. إذا 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 إيه اللي حصل لك؟ أنت ما كنت أرض جيدة، أصله أنا نمت فجاء العدو وحتى زوال. أنا أعرف شاب جماعة من الشباب الحلوين اللي كانوا بيجوا الكنيسة يخدموا، كان رجل حلو جدا وكان بيهتم بمذاكرته كثير، بس اهتم بالمذاكرة كثير واهتم بالقراية وساب الكنيسة، لكن كان يحب يتناول ويعترف باستمرار وحافظ الإنجيل وخادم في مدارس الأحد، بس ساب ده كله واهتم بمذاكرته وتخرج. نشكر الرب انه هو تخرج. بعد ما تخرج اشتغل، بعد ما اشتغل لما فلوس كثيرة نسي ربنا خالص. لكن تلقى هذا الإنسان الشاب الحلو الجميل دخلوا كذب ودخلوا غش ودخلوا ملاوعة. إذا كله إمتى ده حصل؟ لما نام وساب ربنا ونام في حياته الروحية. إذا لما كان هذا الإنسان مصحصح على حياته الروحية كل اللخبطة دي ما دخلتش، إنما دخلت إمتى؟ لما نام جاء عدو هذا الإنسان اللي هو عدو الله، فزرع زوانا مع هذه الحنطة. إذن أول حاجة ربنا عايز يقولها لنا في المثل ده يا جماعة ما تنامش، من فضلك ما تنامش على حياتك الروحية، لأنه مهما أنت كان عندك حنطة طول ما أنت نمت هيجي عدو هذا الإنسان ويحط الزوان. في ناس تعتقد أن تربيتها في الكنيسة يا جماعة بتخليها إن هي تحافظ عليها طول العمر، أبدا. يا ما في ناس تربوا في الكنيسة كثير لكن مع تكاسلها وتهاونها بدأوا بالروح وكملوا بإيه؟ بالجسد. طب ليه كملوا بالجسد؟ لأنه تهاونوا وناموا على حياتهم الروحية، وجاء العدو ودخل هذا الزوان. إذن العدو يا جماعة يقول عدو هذا الإنسان. إذن الشيطان عدو مين في الأول؟ عدو الله في الأول، قبل ما يكون عدونا إحنا هو عدو الله. إذن في عداوة قديمة جدا ما بين الشيطان وما بين الله من أيام آدم وحواء، عدو هذا الإنسان. فالعدو ده بيجي عند أولاد هذا الإنسان، أولاد الله،
ويحط ايه؟ ابتدى يحط زوان في اولاد الله عشان يكسرنا ويفتكنا ويهلكنا، علشان مش عايز اولاد الله يدخلوا السماء. عدد 26: فلما طلع النبات وصنع ثمرا. بعد شوية يا جماعة الأرض الجيدة طلعت نبات وصنعت إيه؟ ثمر. لما الأرض الجيدة طلعت نبات وصنعت ثمر، ظهر مع هذا النبات زوان. ظهر مع هذا النبات إيه؟ زوان. الزوان هو إيه يا جماعة؟ الزوان هو نباتات سامة بتيجي كده مع النباتات الحلوة الكويسة، بتكون في وسط هذه النباتات الكويسة نباتات سامة. نباتات السامة دي اسمها الزوان. حينئذ ظهر الزوان أيضا. إذن أنا وإنت لما نيجي ندور في حياتنا، هنلاقي حياتنا فيها حنطة وفيها إيه؟ فيها زوان. حياتي أنا وإنت هنلاقي فيها حاجات حلوة كثيرة اللي هي الحنطة، وحنلاقي في حياتي أنا وإنت في حاجات كثيرة زوان. طيب تيجي الحنطة منين؟ الحنطة تيجي من الاعتراف باستمرار، التناول باستمرار، الكتاب المقدس باستمرار، حياتك الروحية، صلاة، صوم، عبادة، هي دي اللي إيه؟ الحنطة اللي بتيجي في حياتك. لكن مع هذه الحنطة اللي في حياتك بتيجي إيه يا جماعة؟ بيجي زوان، بيختلطوا مع بعض، يقوم الزوان مع الحنطة مع بعضهم البعض. العدد 37: فجاء عبيد رب البيت وقالوا: يا سيد، أليس زرعا جيدا زرعت في حقلك؟ فمن أين له الزوان؟ العبيد اللي هو مين يا جماعة؟ الملائكة. الملائكة جو لصاحب هذا الحقل اللي هو ربنا، قالوا له: رب، أنت مش حطيت في الدنيا دي خير؟ طب جاء الشر ده منين يا رب؟ منين جاء هذا الشر؟ ملائكة بيسألوا ربنا، بيقولوا له: أنت منذ أن خلقت العالم كل يوم بتخلق العالم بتقول: وإذا هو حسن. ثاني يوم يقول: وإذا هو حسن. خلق الإنسان وقال: إذا هو حسن إيه؟ جدا. طيب كل الخير أنت خلقته ده، الحنطة ده، من أين رب جاء الزوان؟ من أين جاء هذا الشر؟ عدد 38: حيرد عليهم يقول لهم: الزوان ده جاء منين؟ فقال لهم: إنسان عدو فعل هذا. قال لهم العدو اللي هو مين يا جماعة؟ الشيطان. فعل هذا. فقال له العبيد: أتريد أن نذهب ونجمعه؟ العبيد اللي هم الملائكة قالوا له: طيب يا رب، تحب أنه إحنا نشيل الزوان ده من الأرض؟ تحب كده؟ كأنه العبيد دول يا جماعة مستعجلين جدا يشيلوا الشر ده من الأرض، والدينونة تيجي والقيامة تيجي ونخلص من الشر ده، وإحنا الحنطة ندخل إلى ملكوت الله. يعني عايز إيه؟ الملائكة قالوا له: تحب يا رب نشيل الزوان بسرعة من الأرض؟ نشوف الجواب. قال لهم إيه؟ عدد 30: دعهما ينميان كلهما معا إلى إيه؟ الحصاد. قال لهم: لا، ما تشيلوش دلوقتي الزوان، خلوا الزوان دلوقتي مع إيه؟ مع الحنطة. خلوهم هما الاثنين ينمو إلى يوم إيه؟ الحصاد. ليه؟ إيه هو يوم الحصاد؟ يوم الدينونة. قال لهم: خلوا الخير مع الشر، خلوا الزواعن مع الحنطة لحد ما يجي يوم الحصاد. ليه رب؟ طيب ليه أنت مش عايز تشير الحنطة الزوان دلوقتي؟ قال: لألا نيجي نشيل الزوان نقوم نقلع الزوان مع الحنطة فخسار. خلوهم دلوقتي، لما نيجي نشيل الزوان يعني كده نيجي نشيل مع الحنطة خسارة، الحنطة تتقلع مع الزوان. سيبوهم ينمو إلى يوم الحصاد. يعني يا جماعة، الإنسان في حياته دايما يا جماعة في الصح وفي الغلط. يعني إيه؟ كلنا فينا زوان وفينا حنطة. يعني شاول الترصوصي ده كان يوم من الأيام زوان، مش كده؟ يقتل رجالا ونساء ويفتك بالكنيسة، كل زوان. ده النهاردة لو أمر صاحب الحقل الملائكة وقال لهم شيلوا هذا الزوان وكانت قشة بسرعة، ما كناش عرفنا بولس الرسول.
مش كده؟ فقال لا، سيبوهم ينموا مع بعض علشان يمكن أن هذا الزوان يتحول إلى حنطة. ممكن الإنسان هذا الزوان اللي هو كل زوان يتحول إلى حنطة. موسى مثلا النبي رجل عصبي، ويوم من الأيام شاف مصري ويهودي قام قتل له راجل، وقتل الراجل ده، وربنا قال لا لا موسى ده ما ينفعش خادم عندي، وكان قشا كده بسرعة وشال هذا الزوان، ما كناش عرفنا يا جماعة موسى النبي. لكن ربنا قال سيبوا الزوان علشان الإنسان ممكن يتحول هذا الزوان إلى إيه؟ إلى حنطة. عشان كده الرب يسوع المسيح عايز يقول لك إيه يا جماعة؟ لعل أنت إذا في حياتك في زوان، ربنا مديك فرصة تشيل الزوان أنت بنفسك من حياتك، علشان لما يجي يوم الحصاد تبقى الحنطة حنطة. وإذا ما شلتش الحصاد، وإذا ما شلتش الزوان من حياتك، في يوم حصاد، في يوم دينونة، الزوان يروح فين؟ يحرق في النار، والحنطة تروح فين؟ تتجمع إلى المخازن. فخلي بالك. يعني مثلا يا ما في ناس حياتها كلها كانت زوان، زي موسى الأسود ده يا جماعة، مش كده؟ قتل وزنى وعمل وسوى، عمل عمايل. لكن موسى الأسود شال هذا الزوان بيده، وتحول حياته من زوان إلى إيه؟ إلى حنطة. مش كده؟ لينجيوس الجندي اللي طعن المسيح بالحرب ده، ما موت المسيح، لكن أول ما نور عيني المسيح هذا الزوان اللي قتل يوم المسيح، تحول هذا الزوان إلى حنطة، فأصبح فآمن بالرب يسوع المسيح. فقال لا لا لا، أنا مش هشيل دلوقتي الزوان، أنا هخلي الزوان مع الحنطة، لعل أنت بنفسك تشيل الزوان من حياتك عشان قبل ما يأتي يوم الحصاد، أو أنت تحول هذا الزوان إلى إيه؟ إلى حنطة. طيب ليه ربنا، الحاجة الثانية، ليه ربنا قال خلوا الزوان مع الحنطة؟ ليه ربنا قال خلوا الزوان مع الحنطة؟ لأن الزوان يا جماعة لما يكون مع الحنطة في أرض واحدة، يقوم الحنطة تكتسب قوة. يعني إيه؟ الزوان والحنطة بيكون الاثنين في الأرض، مش كده؟ يقوم الاثنين يشدوا من الأرض المية، يشدوا منه المية والسماد، الاثنين الزوان والحنطة. لكن تفضل الحنطة تصارع الزوان عشان تعيش وعشان تكتسب قوة في هذه الأرض. إذن ربنا قال خدوا الزوان مع الحنطة ليه يا جماعة؟ علشان الزوان يكتسب قوة على حساب ليه؟ على حساب الحنطة. مثلا الدنيا دي مليانة زوان يا جماعة، انت شغال في شغلانة كل الناس بتكذب، زوان. طب انت حنطة، تقعد تصارع وسط هذه الزوان لكي ما تعيش، كل يكذب وانا لا، لكي ما يعيش هذه الحنطة. مثلا انت كل اللي حواليك دول يا جماعة بيغشوا، وانت هم زوان وانت حنطة، تصارع كل غش، ايوة، لكن انا عمري ما غش ابدا، اصارع واعيش عشان تفضل الحنطة حنطة. لما يكون في اضطهاد في الدنيا يا جماعة والناس بتموت، في ناس تنكر، لكن انا وسط هذا الشر أصارع لكي ما أعيش، لكي ما أشد هذا المية وهذا السماد من الأرض عشان أعيش وسط هذا الشر. فإذا وجود الحنطة مع الزوان بيكسب الحنطة قوة على حساب الإيه؟ على حساب هذا الزوان، لأنه الحنطة بتكتسب قوة وبتشد وبتصارع عشان تعيش مع هذا الزوان. يوسف العفيف يا جماعة حنطة، مش كده؟ لكن كان وسط زوان. امرأة في تفار دي كانت زوان، وكل اللي كانوا في القصر زوان، لكن صارع يوسف الصديق هذا الحنطة، صارع لكي ما يعيش لله.
وقال كيف أفعل هذا الشر العظيم أختي لله. وأدى مثل يا جماعة لكل الشباب اللي في العالم، يا جماعة خليكم حنطة واحتفظ بالحنطة اللي عندك وصارع وسط الشر اللي حواليك، لأنه القوة الحنطة مع الزوان تكسب الحنطة إيه؟ قوة. فكسب قوة وقال كيف أصنع هذا الشر العظيم وقت الله. لكن يا جماعة في وعد. إيه هو الوعد؟ في نهاية العالم يوم الحصاد، يوم الدينونة، يوم المحاسبة، الزوان في حتة والحنطة إيه؟ في حتة تانية. الحنطة تجمع إلى المخازن، والزوان اجمعوها حزما حزما لكي ما تحرق. خلي بالك، طول ما انت زوان انت بعد الشر عليك وعليا حنتحزم، نتربط كده بالرباط ويرمونا في النار، لان احنا زوان، لانه لم نحول هذا الزوان الى حنطة. فمن فضلك في يدك ان تحول هذا الزوان الى حنطة. عشان كده يا جماعة يعني اذا ربنا مديني انا عمر ومديك انت عمر ومديك انت عمر، عشان حاجة واحدة بس، عشان تشيل الزوان اللي في حياتك، شيله من فضلك قبل ان يأتي يوم الحصاد. تفتكرش يقول لك دعهما ينمو، يعني خليهم دلوقتي ينمو ليوم الحصاد. لإلا تقلعوا الحنطة مع الزوان وأنتم تجمعونه. يعني يجي الملائكة يا جماعة يقولوا ربنا ها يا رب إنسان ده ناخده ولا لا؟ ناخده دلوقت؟ يقوم ربنا يقول له إيه؟ سيبه دلوقت من فضلك، اديله فرصة سنة لعل الزوان اللي في حياته يحوله إلى إيه؟ إلى حنطة. فربنا مديني أنا عمر وأنت عمر، مش عشان عايز يطول من عمرنا، لا، ده لسه احنا في زوان في حياتنا، شيل الزوان قبل ما الملائكة تيجي ويقول لك احزموا الزوان واحرقوها في نار لا ايه لا تطفأ ابدا. اذا ربنا مدينا عمر عشان نحول هذا الزوان الى حنطة. عدد 30، دعهما ينميان كلاهما معا الى الحصاد، وفي وقت الحصاد اقول للحصادين. من الحصادين يا جماعة؟ الملائكة. اجمعوا أولا الزوان واحزموها حزما حزما لتحرق، أما الحنطة فاجمعوها إلى إيه؟ مخزني. إذن المثل الدهون ده يا جماعة ربنا الدهون، وابتدى هذا المثل على الأرض وانتهى فين المثل؟ في السماء. إذن ملكوت السماوات بيبتدي فين؟ بيبتدي في الأرض، ويخلص فين؟ في السماء. عشان كده خلي بالك انه الملكوت في داخلك، ها ملكوت الله داخلكم. اذا يقول للزوان اللي هم الاشرار ان يطرحوا في النار، واما الحنطة فتجمع الى مخزني. اذا خلاصة هذا المثل ايه يا جماعة؟ انه حتى لو انت كنت ارض جيدة وبتجيب ثمار 30 و60 100، مش كده؟ حاسب أحسن تنام، لأن لو نمت حيجي عدو هذا الإنسان اللي هو الشيطان ويحط إيه يا جماعة؟ حيحط زوان. فحاسب أحسن تنام في السكة. ولو وضع هذا العدو الزوان لازم تشيل الزوان قبل يوم الحصاد، وحول هذا الزوان إلى حنطة. شيل بيدك، وربنا مديك فرصة ومديني فرصة عشان نشيل هذا الزوان من حياتنا، لإلا يأتي يوم الحصاد والملائكة ربنا يقول لهم احزموا هذا الزوان حزما واحرقوها في النار. عدد 31، قدم لهم مثلا آخر. أفكركم أن الرب يسوع المسيح عمال يدي الناس البسطة إيه؟ أمثلة، مش كده؟ ويقول بدون مثل لم يكن يكلمهم. ليه بديهم أمثلة يا جماعة؟ عشان هم ناس بسطة فلاحين، مش كده؟ فعشان الحكاية تدخل إلى عقلهم وترسخ في قلوبهم لازم يديهم إيه؟ أمثال بسيطة من حياتهم. فلأنهم فلاحين فبديهم أمثال على
الفلاحة والأرض والزرع وكده، يفهموها بسرعة مش كده؟ حتى إحنا أخذنا طريقة الوعظة دي من الرب يسوع المسيح. أول ما نلاقي الناس نامت كده نقوم نحكي لهم حكاية، أول ما نحكي حكاية الناس تصحصح مش كده؟ تصحصح ليه؟ لأن الناس بتفرق معاه الحكاية، لأن الحكاية بتثبت المعنى الصعب في داخل القلب وداخل الذهن. فقال لهم في المثل ده يا جماعة، مثل 31، يبقى ده المثل الكام في الفلسفة ده؟ الثالث. المثل الأول مثل الأرض الجيدة والأرض الوحشة، والمثل الثاني اللي هو مثل الزوان والحنطة، والمثل الثالث في الإصحاح ده مثل حبة الخردل. إذا كلها أمثال زراعية زي ما قلنا عشان هم ناس زراعيين. يشبه ملكوت السماوات حبة خردل. حبة الخردل دي يا جماعة يقال أصغر من السمسمة، مش كده؟ حبة صغيرة جدا جدا. تذكروها، إن كان لكم إيمان مثل حبة خردل كنتم تقولون لهذا الجبل انتقل من هنا إلى هنا. حبة الخردل دي أصغر جميع الحبوب، أصغر من السمسمة نفسها. ما لها حبة الخردل؟ أخذها إنسان، الزارع ده أخذها وزرعها في حقله، وهي أصغر جميع البذور، ولكن متى نمت فهي أكبر البقول وتصير شجرة، حتى إن الطيور السماء تأتي وتأوى في أغصانها. يعني حبة الخردل الصغيرة دي يا جماعة الأصغر من السمسمة تقعد في الأرض، وأول ما تنمو في الأرض تبقى شجرة كبيرة تأتي الطيور وإيه وتكون في هذه الإيه في هذه الشجرة. يعني إيه بيقصد؟ بيقصد إنك أنت إذا عايز تدخل إلى ملكوت السماوات بحبة خردل، بآية صغيرة ممكن تدخلك السماء. ممكن آية صغيرة من طفولتك حفظتها وعرفتها، آية صغيرة حبة خردل تدخلك السماء وتبقى شجرة كبيرة في ملكوت السماوات. مثلا موسى النبي. موسى النبي عنده كم أم يا جماعة؟ أمين اثنين، تذكرون؟ أم فرعونية وأم إيه؟ يهودية، مش كده؟ أم فطفار، مش كده؟ لما كان عمره 3 سنين مع أمه الفرعونية، صح؟ حطت له حبة خردل جواه، زرعتها في قلبه. اسمع يا موسى، إلهنا إله إبراهيم وإله إسحاق وإله يعقوب. اسمع يا موسى يا حبيبي، إحنا إلهنا مش إله منقرع ولا خفرع ولا منقرع، إحنا إلهنا إله السماء والأرض. هو طفل صغير الكلام بيسمعه لكن مش فهمه، مش كده؟ حبة خردل حطتها له، زرعتها له جوا قلبه. لما مشى بيت فوتفار، هذه الحبة نمت وترعرعت وكبرت. كبرت بعد كم سنة؟ بعد 80 سنة. هذه الحبة الصغيرة افتكر أمه بتقول له دي مش آلهتك يا موسى، إحنا إلهنا إله السماء والأرض. فأصر بأنه لازم يطلع ويخلص شعب بني إسرائيل بهذه الحبة الصغيرة، وافتكر كلام أمه. عشان كده يا جماعة إيه؟ طلع وخلص الشعب وأخذ الشعب ده وطلع به، وكل شعب بني إسرائيل تآووا في هذه الشجرة العملاقة. الشجرة العملاقة دي كانت أساسها إيه؟ حبة خردل، مش كده؟ جاءت وتآوت فيها الطيور. لما تقروا يا جماعة تاريخ مصر وترجعوا إلى تاريخ مصر، المسيحية دخلت مصر إزاي؟ يعني ماري مرقس ده لما دخل مصر كان قدامه يعني مشاكل كبيرة جدا، ناطحات سحاب وسنيين وفلاسفة ويونانيين يعني حاجة عملاقة جدا. لكن إيه اللي دخل الإيمان إلى مصر؟ حبة خردل. إزاي؟ لا يملك ماري مرقس إلا الصندل المقطوع، صح؟ وبعدين مشى للرجل الإسكافي اللي اسمه إنيانوس الإسكافي وخيط له الصندل بتاعه، وأول ما شكته الإبرة في يد أنيانوس، أنيانوس قال إيه؟ يا الله الواحد،
إيس أوس بس مسكها مريم مرقس قال دي حبة خردل حمسك بالآية دي واشتغل بيها. قال له أنت عارف مين هو الإله اللي أنت بتناديه؟ قال له لا معرفوش. قال له تعالى نوريك مين هو الإله. الإله هو اللي اتصلب واللي اتجسد واللي مات واللي قام واللي حضر لنا السماء. وابتدت هذه الحبة في إنيانيوس الإسكافي لحد ما رسموا أسقف ولحد ما بقى قديس كبير ورسموا أساقفة ورسموا جسس وأصبحت مصر إيه عظيمة جدا دلوقتي اسمها الكنيسة الإيه المرقسية من حبة إيه خردل صغيرة بكلمة يا الله الواحد إيس أوس. ودلوقتي أصبحت زمان مصر يعني كل الأمراء يجيبوا أولادهم مصر عشان يتعلموا الديانة المسيحية. ولما يختلفوا في أي حاجة يا جماعة زمان كانوا يجوا لبطريرك الإسكندرية ويقول له يلا افتينا وقول لنا إيه رأيك في الموضوع ده. كل ده ابتدى منين يا جماعة؟ من حبة خردل كانت عند إيه مريم مرقس الرسول. الكنائس اللي تكونت في الغرب دلوقتي مثلا برايتون كنيسة، الكنيسة دي يا جماعة ابتدت ازاي؟ بحبة خردل. جات أسرة هنا في برايتون واحدة، هي واحدة بس ومش عارفة ليه ربنا سمح لها بالسفر. وابتدت هذه الأسرة يعني تفتش على مكان عشان تصلي فيه. وبعدين بيجوا أسرتين وثلاثة وأربعة وجابوا أبونا من كرويدون عشان يجوا يصلي لهم، وأجروا صالة صغيرة بحبة خردل صغيرة مش كده. وبعد كده جات بيجوا 50 أسرة ويبتدوا بيجوا 100 أسرة. وبعد ما كانوا بيجيبوا أبونا من كرويدون ومن لندن يصلي لهم ابتدى أبونا يجي هنا، عملوا لهم أبونا هنا في برايتون مش كده. وابتدت الشجرة دي تكبر 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 لحد ما بيجوا مثلا يعني 300 أسرة. لا أبونا واحد ما ينفعش، تعال نعمل 2 أبونا. وبيجوا بعد كده 700 أسرة، لا 2 أبونا ما ينفعوش، تعال نعمل 3 أبونا. لا وبيجوا دلوقتي 1000 أسرة بنفتش على كاهن رابع. كل ده منين يا جماعة؟ من أسرة صغيرة جات حبة خردل وابتدأت هذه الأسرة تكون هذه الكنيسة. وابتدت نشاط وكنيسة ومدرسة أحد واجتماعات شبابه بعد ما كان قداس ومع السلامة. لكن بعد كده ابتدت كنيسة ودلوقتي نفتش على كنيسة تانية. كل ده من ايه يا جماعة؟ من حبة خردل مش كده. اذا يا ما في ايمان دخل للكنائس يا جماعة، ليس بحرب وليس بجيش، ولكن دخل الايمان بحبة خردل ايه صغيرة خالص. عارفين يا جماعة يعني مثلا أم ربت عيالها وزرعت فيهم حبة خردل، لكن العين ده للأسف أدى ظهره لربنا وأدى ظهره للكنيسة وقعد بعيد من الكنيسة 5 سنين و7 سنين و10 سنين برا الكنيسة. لكن هي زرعت أمه فيها حبة خردل، لكن هذه الحبة الخردل يا جماعة لازم تنمو جوا هذا الإنسان. زي مين يا جماعة؟ أغسطينوس من الدموع مش كده. أغسطينوس ده أمه ربته حلو لكن أدى ظهره للكنيسة، لكن هذه الحبة لازم تنمو يوم من الأيام لحد ما أغسطينوس اللي كان برا الكنيسة يوم من الأيام أصبح دلوقتي شجرة كبيرة تتآوى فيها طيور السماء. وابتدينا نفتش على كتابات أغسطينوس، وأغسطينوس ناخد كتاباته وإرشاداته ليه؟ من أمه الغلبانة المسكينة اللي كانت بتبكي عشانه بدمعة واحدة صغيرة خلته شجرة تأوى منها الطيور. عشان كده جماعة ربنا شبه نفسه بحبة إيه؟ إني أتذكر ربنا شبه نفسه بحبة إيه؟ حبة حنطة. قال إن لم تمت حبة الحنطة في الأرض وتقوم مش كده فهي لا تأتي بثمر. فربنا حبة الحنطة زي حبة الخردل، فقال أنا حبة حنطة إذا ما متش في الأرض لا يمكن أن أفتح الملكوت السماوات ويبقى ملكوت السماوات دي شجرة تأوي فيها الطيور. إذا أنت كأب وأنت كأم اعتبري نفسك حبة صغيرة
موتي في هذه الأرض من أجل عيالك، من أجل أولادك، لازم تموت من أجلهم علشان يدخلوا السماء ويبقوا شجرة كبيرة، مش كده؟ إذن ربنا لما تلاميذه قالوا له يا رب يعني بلاش تموت وبلاش تتصلب، قال لا لازم أموت، لازم الحبة دي تموت في الأرض، لأن إن ما ماتتش مش هتطلع شجرة كبيرة تأوي فيها هذه الطيور. فأنت كشجرة لازم تموت من أجل أولادك علشان تخليهم، عشان تخلي نفسك أنت شجرة، أولادك كلهم يأووا إليك ويكونوا في هذه الشجرة العظيمة. طيب الحبة دي يا جماعة إن ما ماتتش يعني قعدت في الأرض كده، تيجي الطيرة وإيه وتاكلها، مش كده؟ لكن الحبة لما تموت في الأرض تبقى شجرة، تقوم الطيرة تيجي فوق إيه؟ فوق الشجرة. أنت كمان حبة صغيرة لو ما متش ممكن واحد يعاديك، وممكن واحد يشتمك، وممكن واحد يخاصمك، وممكن واحد يزعلك، لكن أنت كحبة صغيرة موت في هذه الأرض، لأن لو ما متش أي إنسان حيجي يأكلك، أي إنسان حيعديك، أي خطية صغيرة يعني حتنتصر عليك. لا، لكن لازم تموت أنت من أجل أحبائك ومن أجل أعدائك، عشان إذا مت في هذه الأرض من أجلهم تصبح شجرة كبيرة. هؤلاء الأعداء اللي عايزين كانوا يأكلوك يوم من الأيام يصحبوك ويتآوى عليك وييجوا فوق الشجرة العظيمة ياخدوا بركتك ويقول لك سامحنا أخطينا في حقك، إحنا يعني متأسفين. كل ده ليه؟ لأن الحبة ماتت في الأرض. لكن الحبة لما ماتتش في الأرض أي طيرة كانت تأكلك وكنت تخسر ملكوت السماوات. إذن يا جماعة إيه الفرق بين أم عيالها في الكنيسة وأم تانية عيالها في الدسكوهات؟ إيه الفرق؟ إن الأم العيالها في الكنيسة زرعت فيهم حبة خردل صغيرة، أول ما نموا وبقوا ناس صغيرين كده، عيال صغيرين، ابتدت تعلمهم إزاي يصلوا وإزاي يصوموا وإزاي يتناولوا، ولما عمرهم 9-8 سنين سلمتهم لأب اعتراف. من حبة صغيرة بقوا ناس قديسين، وممكن بقوا شمامسة، وممكن طلعوا خدام، وممكن طلعوا كسوس، وممكن طلعوا رهبان، وممكن طلعوا بطاركة. كل ده من ايه؟ ليه طلعوا بهذه الطريقة؟ لأن أمهم حطت فيهم من صغرهم حبة خردل صغيرة، أصبحت هذه الحبة شجرة كبيرة. لكن أم تانية ما زرعتش حبة الخردل، لعلمتهم يصوموا ولا يصلوا ولا يتناولوا ولا يعترفوا، حطت الحبة دي في الأرض فجات الطيرة وأكلتها، فلم تصبح طيرة، فلم يصبحوا شجرة أبدا كبيرة. الكنيسة يا جماعة بتاعتنا اتكونت منين؟ من 12 تلميذ صيادين غير متعلمين. يعني أنا سمعت تفسير من المفسرين يقول لك التلاميذ دول ربنا اختارهم من النواصي. عارفين عيال بتوع النواصي اللي هم بيشربوا السجاير دول؟ ها، عيال النواصي، تلاميذ دول عيال نواصي بصراحة كده، يعني كانوا ناس يعني غير متعلمين. لكن هذه الحبة الصغيرة حبة الخردل من صيادين غير متعلمين النهاردة ايه؟ شجرة كبيرة بالتلاميذ والرسل، عملوا كنيسة كبيرة يعني تتآوى فيها جميع طيور السماء. إذن يا جماعة أداهم مثل رابع. المثل الأول في صح 13، مين صح معايا مثل الايه؟ المثل الأول مثل الزارع، صح يا جماعة؟ الذي خرج ليزرع، وأربعة طرق للزراعة أو أربع أراضي للزراعة. المثل الثاني مثل ايه؟ ها، الحنطة والزوال. الحنطة لما جات مع الزوال، ده المثل الثاني. المثل الثالث ها حبة الخردل، ولسه أمثال ملكوت السماوات، لأن إصحاح 13 ده مليان من الأمثال. أداهم مثل رابع يشبه ملكوت السماوات خميرة، ده المثل إيه؟ الرابع. دخلنا بقى في شغل إيه؟ الستات، مش كده؟ يعني كلم الرجال لأنهم فلاحين وبسطة
ويعني بيكلمهم بشغل بتاع الزراعه والاراضي والحبوب ومش عارف ايه. لا، ابتدى دلوقتي يتكلم ايه الستات المساكين البسطاء اللي قاعدين في البيت، عارفين يعني ايه خميره، وعارفين يعني ايه دقيق، وعارفين يعني ايه خميره تخمر الدقيق. فقال لهم يا ستات انتم ما بتزرعوش، تعال احكي لكم مثل للملكوت السماوات عن الخميره وعن الدقيق. فقال لهم ايه؟ قال لهم ايه عن هذا المثل؟ يشبه ملكوت السماوات. عدد كم؟ قال لهم مثلا اخر، يشبه ملكوت السماوات خميره اخذتها امراه وخباتها في 3 اكيال دقيق حتى اختمر الجميع. طيب يعني ايه المثل ده؟ يعني ده ملكوت السماوات يشبه كده، ست مسكينة قاعدة في البيت بسيطة، جابت الخميرة حطيتها في 3 أكيال دقيق، عندها 3 شوالات، الشوال الأول، الشوال الثاني، الشوال الثالث، عجنتهم كده بالمية وحطت خميرة هنا وخميرة هنا وخميرة هنا حتى اختمر الجميع. يقال إن هذه المرأة هي الكنيسة، المرأة هي الكنيسة، والخميرة هي كلمة ربنا، وأكيال الدقيق هي العالم. تاني أقول المرأة هي الكنيسة، والخميرة هي كلمة الله، وأكيال الدقيق هما العالم كله. طيب مين أكبر، الخميرة ولا الدقيق؟ الأكبر في الحجم، الخميرة ولا الدقيق؟ ها؟ الدقيق، مش كده؟ لأن الخميرة حتى صغيرة، مش كده؟ مش كده ستات؟ خميرة صغيرة، لكن الدقيق إيه؟ كبير. طب مين أقوى؟ الخميرة ولا الدقيق؟ الخميرة، مش كده؟ يعني إيه يا رب أنت عايز تقول لنا إيه؟ عايز يقول الكنيسة الغلبانة المسكينة لا تملك إلا خميرة صغيرة هي كلمة الله. الكنيسة اللي هي المرأة دي لا تملك إلا خميرة صغيرة هي كلمة الله، ولما الكنيسة تقول كلمة الله تخمر هذا العالم اللي هو إيه؟ الدقيق، تخمر هذا العالم وتدخله السماء. ده ملكوت السماوات كده، مش كده؟ إذن إحنا لا نملك يا جماعة في الدنيا دي وفي الكنيسة دي إلا كلمة ربنا بس. نقول كلمة ربنا لهذا العالم اللي بيمثل الدقيق، ونقولها جوه الكنيسة، وتخمر هذه الكلمة والناس تدخل إلى ملكوت السماوات. تاني برضو يقال أحد القديسين قال 3 أكياد دقيق هما سام وحام ويافس. 3 أكياد دقيق سام وحام ويافس، 3 دول العالم خلص كله ولم يبقى إلا سام وحام ويافس، وهم خمروا هذا العالم بأجمعه. تاني أحد المفسرين قالوا 3 أكيال دقيق هي النفس والروح والجسد، نفسك وروحك وجسدك. كلمة ربنا تدخل في النفس وفي الروح وفي الجسد في 3 أكيال دقيق دي، وتنمي النفس والروح والجسد. يعني كلمة ربنا لما تدخل في أي إنسان يا جماعة، إذا دخلت إلى روحك تعطيك توبة، كلمة الله هذه الخميرة الصغيرة، وإذا هذه الخميرة دخلت إلى نفسك توسع قلبك وتديك سلام، وهذه الخميرة الصغيرة برضو إذا دخلت إلى جسدك تديك صحة وتديك إلى إيه؟ وتديك عافية، مش كده؟ فإذا 3 أكيال دقيق هي النفس والروح والجسد، والخميرة الصغيرة هي كلمة الله لما تدخل إلى نفسك وجسدك وروحك تديك النمو في نفسك وجسدك وروحك. طيب الست بتعرف بتشوف بعينها الخميرة بتشتغل ازاي في الدقيق؟ تشوفيها؟ تشوفي الخميرة ما بتشوفيهاش، مش كده؟ اذا كلمة الله فعالة لكن ما بتشوفهاش ابدا. لما تدخل الى نفسك وروحك وجسدك ما بتشوفها، لكن تنمي روحك وتنمي نفسك وتنمي جسدك.
كلمة الله لما تكون قدام أي إنسان وتقولها لأي إنسان بتشتغل فيه من غير ما أنت تشوفها أبدا. ياما في ناس كلمة ربنا اشتغلت فيهم لكن من غير ما بنشوف الكلمة دي بتشتغل إزاي. إذن يقول الكتاب إيه؟ كمان هذه المرأة خبأتها، خبأت الإيه؟ خبأت الخميرة جوا إيه؟ الدقيق. إذن لازم تخبي الخميرة اللي هي كلمة ربنا، تخبيها جوا عقلك وجوا فكرك وجوا روحك وجوا نفسك وجوا جسدك. لازم هذه الخميرة الصغيرة تخبيها، لأنه إذا ما خبتهاش لا تعمل أبدا لا في نفسك ولا في روحك ولا في جسدك. فكلمة خبأتها يعني إيه يا جماعة؟ خبأتها يعني لازم تخبئ كلمة ربنا جواك. عشان كده يقول إيه؟ خبأت كلامك في قلبي لكي لا أخطئ إليك. الكلام اللي هو إيه؟ هي كلمة ربنا، خبيها. الحاجة الغالية اللي هي أنت بإيه يا جماعة؟ بتخبيها مش كده؟ لو عندك حاجة غالية خبيها. خبيها يعني إيه؟ دخلها، احفظها في داخل قلبك واحفظها في داخل فكرك وداخل نفسك عشان تقدر تشتغل فيه. إنما تسمع من هنا وتطلع من هنا عمر من خبيرة تشتغل أبدا، إنما لازم تخبيها جوا قلبك وجوا قلبك وجوا نفسك. خبتها يعني إيه؟ يعني مثلا أم تخبئ كلمة الله في داخل عيالها. خبيها، أول ما تشوف عيالك يا جماعة خبي هذه الكلمة جوا عيالك، قولي كلمة ربنا لنفسهم ولروحهم وجسدهم عشان يطلعوا أولاد قديسين وصل هذا الجيل المعوج الشرير. عشان كده قبل شوية قلت يا جماعة ليه في ست أولادها قديسين وست تاني أولادها أبالسة أو شياطين؟ لأن الست الأولادها قديسين دول خبأت الكلمة في داخلهم مش كده؟ إنما الست اللي مش أولادها قديسين عمرها ما فكرت تخبئ هذه الكلمة داخلها. حتى اختمر الجميع أول ما تدس الكلمة ربنا في الثلاثة أكيال دقيق دي، النفس والروح والجسد، تقوم الكلمة إيه؟ تختمر. وأول ما تختمر الكلمة تدخل السماء على طول مش كده؟ يعني أول ما تقول اختمر الجميع معناته خلاص الناس دخلت السماء، وأول ما يقول شجرة تآوى فيها طيور السماء معناته خلاص الناس دخلت إيه؟ السماء. إذن اختمر الجميع معناتها الكل بواسطة كلمة ربنا هيدخل السماء. اليهود اللي لسه لم يؤمنوا، الناس الوثنيين الذين لم يعرفوا ربنا، لازم كلمة ربنا هتختمر جواهم، وأول ما تختمر يدخلوا إلى ملكوت السماوات. عدد 34. هذا كله كلم يسوع الجمع وبأمثال وبدون مثل لم يكن يكلمهم. يعني ربنا كلمهم بأمثال وبدون مثل، ما كانش بيكلمهم لأنهم كما كانوا ناس يا جماعة ناس بسطة. لكي يتم ما قيل بالنبي القائل سأفتح بأمثال فمي وأنطق بمكتومات منذ تأسيس العالم. الكلام ده قاله داود النبي يا جماعة في مزمور 78. أفكركم إنجيل متى بالذات دائما كان بيستشهد بالعهد القديم، ودائما يقول الأنبياء زمان قالوا عن المسيح كده عشان يثبت لنا أن المسيح اللي على الأرض هو المسيح المنتظر، هو المسيح اللي إحنا مستنينه. كل النبوات اللي اتقالت في العهد القديم يتنطبق على المسيح اللي معانا دلوقتي. فمتى دلوقتي بيقول يا جماعة ده الكلام اللي قاله داود النبي منذ سنين في عدد 78، سوف أنطق بمكتومات منذ تأسيس العالم. إيه هي المكتومات؟ سوف أنطق بمكتومات بأمثال. المكتوبات دي يعني إيه؟ يعني الحاجات دي يا جماعة مكتومة في السماء منذ تأسيس العالم، أسرار ملكوت السماوات مكتومة منذ تأسيس العالم، بس جاء الوقت دلوقتي اللي ينطق بيها الرب يسوع المسيح. عشان كده يا جماعة دي كلها مكتومات. مكتومة يعني إيه؟ حاجة مش مفهومة، لأن اليهود زمان يا جماعة كانوا مستنين ملك أرضي، ملك عنده فلوس، ملك عنده نفوذ، ملك عنده جيوش. لكن يفاجأ اليهود بأن الملك اللي جاء على الأرض
ملك وديع متواضع راكب على جحش ابن أتان. فده المكتوم يا جماعة، لكي ما أنطق بمكتومات منذ تأسيس العالم. المكتومات اللي هي يا جماعة الحاجات اللي غير مفهومة لدي الناس، جا ربنا يقولها لنا. عدد 36، حين اصطرف يسوع الجموع وجاء إلى البيت. أول ما الناس كانوا قاعدين وسمعوا المثل دي، قام صرفهم والناس كلها جاءوا إلى المسيح، جاء إلى البيت. فتقدم إليه تلاميذه قائلين: فسر لنا مثل زوان الحق. تذكروا يا جماعة الأسبوع الفات قلنا إنه بعد ما صرف الجموع التلاميذ قالوا له إيه؟ فسر لنا مثل الأرض، مش كده؟ دلوقتي التلاميذ برضو قالوا له لا، دلوقتي عايزين تفسر لنا مثل زوان الحق. عشان كده يا جماعة التلاميذ دول كانوا مميزين عن الناس العاديين، لأنهم مش عايزين يسمعوا بس، إنما عايزين يسمعوا ويفهموا. الناس كلها تمشي وتسمع المثل، لكن التلاميذ عايزين يغوصوا في المثل، عايزين يقلبوا ويعدلوا في المثل. عشان كده كانوا مميزين هؤلاء التلاميذ. واللي عايز يفهم ربنا بيديله، مش كده؟ اسألوا تعطوا، اقرعوا يفتح لكم، مش كده؟ الذي له سوف يعطى ويزداد، والذي ليس له الذي عنده سوف يؤخذ منه. إذا التلاميذ بيقولون يا جماعة لما تفتح الكتاب المقدس ما تقراش قراية جرايد، حاول جيب تفاسير. يقول لك أنا، تقول له بتقرأ كتاب مقدس، يقول لك ما بفهمش. طب ما تجيب تفاسير، قول له ربي فسر لي، جيب تفاسير ويفهم. زي التلاميذ يقولوا له ربنا فسر لنا احنا مش عارفين، لكن باقي الناس يعني سمعوا الكلام ومشوا وخلاص. فتقدم إليه تلاميذ قائلين: فسر لنا مثل زوان الحق. عدد 37، فأجاب وقال لهم: الزارع الزرع الجيد هو ابن الإنسان. لقب ابن الإنسان لقب مشهور عند اليهود، وتكلم على ابن الإنسان الأنبياء. دانيال النبي قبل ما يجي المسيح منذ 500 سنة تكلم دانيال النبي على ابن الإنسان وقال إيه: شفت على سحب السماء مثل ابن الإنسان آتيا وقربوه في قديم الزمان. فدانيال يا جماعة منذ 500 سنة شاف المسيح على سحب السماء جايبينه عشان يقدم نفسه ذبيحة. إذا كانت كلمة ابن الإنسان عند اليهود يا جماعة في ذهن اليهود إن ابن الإنسان هو المسيح المنتظر، هو المسيح المستنينه، هو المسيح المخلص. إذا قال لهم الزارع الزرع الجيد هو ابن الإنسان اللي تكلم عنه اليهود المنتظرين المسيح، يبقى أنا ابن إيه؟ ابن الإنسان. عشان كده واحد من المفسرين قال ايه، او من القديسين قال ايه يا جماعة، انه المسيح هو ابن الله لكن صار ابن ايه؟ الانسان، لكي ما يعطينا نحن اولاد الانسان، اولاد بني ادم، لنصير اولاد ايه؟ اولاد الله. فاخذ الذي لنا اللي هو احنا اولاد الانسان ابن الانسان، واعطانا الذي ايه؟ له. يعني اخذ لقب ابن الانسان منينا وأدانا لقب ابن الله لكي ما نصير نحن إيه؟ أولاد الله. عشان كده جماعة لقب ابن الإنسان معروف عند اليهود من زمان القديم. عدد 38، وقال الحقل هو العالم والزرع الجيد ها هو بنو الملكوت والزوان هم بنو الشرير. ماخدين مالكم معايا؟ يفسر لهم مثل الحقل، قال لهم الحقل هو ايه؟ العالم، والزرع الجيد هو اولاد الله، والزرع الشرير هم ايه؟ اولاد الشيطان. يعني عايز يقول لهم زي ما انا عندي اولاد، الشيطان كمان عنده ايه؟ اولاد. طب الشيطان عنده اولاد؟ الشيطان بيجيب اولاد؟ الشيطان عنده اولاد ولا ما عنده اولاد يا جماعه؟ عنده اولاد، مش كده؟ عشان كده زمان اليهود كانوا متغاظين من الرب يسوع المسيح وقال لهم أنا هحرركم. قالوا له إحنا أحرار منذ زمان وإحنا أولاد إبراهيم. قال لهم أنتم كذابين، لأنكم لو كنتوا أولاد إبراهيم لكنتم عملتم أعمال إبراهيم،
أنتم أولاد إبليس وأعمال إبليس تفعلوها. إذا مين أولاد إبليس يا جماعة؟ اللي بيعملوا أعمال إيه؟ إبليس، هم أولاد إبليس. إذا أنت إذا ابن الله اسمك وبتعمل كلام الله وأعمال الله أنت ابن لله، صح؟ إنما لو ما بتعملش أعمال الله وبتعمل أعمال إبليس يبقى أنت أو بعد الشر عليك، يعني إيه؟ إنك أنت ابن الشيطان، مش كده؟ إذا في أولاد لله وفي أولاد لإبليس، عشان كده قال لهم أنتوا كذابين. والمسيح سمى الشيطان إيه؟ كذاب وأبو الكذاب. زمان يا جماعة لما كنا في مدرسة الأحد خدام كنا نقول للعيال الصغيرين إيه؟ مين الكذاب يا أولاد؟ يقولوا إيه؟ يقول الشيطان. نقول لهم لا، الشيطان مش الكذاب، الشيطان ابو ايه؟ الكذاب. يعني انت حبيبي لما تكذب ابوك مين؟ يقول الشيطان. طب الشيطان بيته فين؟ يقول جهنم النار. يبقى لو كذبت هتمشي مع مين؟ مع ابوك. ابوك فين؟ ابوك في الشيطان في النار. طب لو قلت الصدق يا حبيبي مين بيقول الصدق؟ ربنا. طب ابوك ربنا رايح فين؟ رايح السماء. طب اوعى تكذب. اذا الشيطان هو الكذاب وابو الكذاب. يوحنا المعمدان كان يقول للناس ايه؟ يا اولاد الافاعي، يعني يا اولاد الايه؟ الشياطين. طيب هو كان بيشتمهم؟ لا، انما كان بيوصفهم بانهم بيعملوا اعمال الشيطان، لان الشيطان دخل في الافعى او الافعى دخلت في الشيطان وعملت أعمال الشيطان، فكان يقول لهم يا أولاد الأفاعي، يعني يا أولاد الشيطان. إذا في أولاد للشيطان. ويوحنا يقول إيه؟ أولاد الله ظاهرون وأولاد إبليس ظاهرون. إذا يا جماعة في أولاد لله وفي أولاد إيه؟ للشيطان. إيه اللي يميز أولاد الله من أولاد الشيطان؟ الأعمال، أعمال إبليس أنتم تفعلوها. عدد 39 يقول ايه؟ هنمشي بسرعة شوية. العدو الذي زرعه هو ايه؟ ابليس، صح؟ والحصاد هو ايه؟ انقضاء العالم. والحصادون هم مين؟ الملائكة. اذا ربنا حط كل حاجة في مكانها. خلي بالك معايا، مين يسمع؟ الزارع هو مين يا جماعة؟ ابن الانسان ده الزارع، مش كده؟ والحقل هو مين؟ العالم. والزرع الجيد هم مين؟ بنو الملكوت اللي هم أولاد الله. والزارع الزرع الشرير هو مين؟ أولاد إيه؟ الشيطان، صح؟ العدو هو مين؟ إبليس. الحصاد هو إيه؟ انقضاء العالم ده الحصاد. والحصادون هم مين يا جماعة؟ هم الملائكة. في عدد 40 قال فكما يجمع الزوان ويحرق بالنار هكذا يكون في انقضاء هذا العالم يرسل ابن الانسان ملائكته فيجمعون في ملكوته جميع المعاصر وفاعلي الاسم. مين هم المعاصر يا جماعه؟ مين يعرف؟ يعني قال لك في انقضاء العالم الملائكه تجيب جميع المعاصر واللي عملوا الخطايا ويطرحوهم في النار. مين هم المعاصر؟ اللي بيعصروا الناس. ويل لمن تأتي منه العصرات. تعلم واحد خطية انت عصرة، يجيبوك يحطوك في النار. تعلم واحد كذب ولا نميمة ولا سرقة ولا تعلم اي خطية وتعصره انت كده يجمعوك ويحطوك في النار. هناك يكون البكاء وصرير الأسنان. يعني البشر عندهم أسنان؟ عندهم أسنان ولا لا؟ ها؟ يكون بكاء وصرير؟ يعني واحد بقرقط كده على أسنانه وهو قاعد في جهنم يعني كده كده. طب يعني إيه يعني؟ يعني الإنسان الشرير يدخل جهنم وهو لابس سنان، معناه داخل بإيه؟ بجسده، صح ولا غلط؟ يبقى أنا يعني أي إنسان شرير حيدخل جهنم بجسده، يعني معناه في سنان حيقرقض على إيه؟ سنانه.
يعني يا رب انا في الملكوت هدخل قدامك في السماء حاكم بجسدي؟ ايوه حاكم بجسدي. طيب التراب ده اللي بقى تراب وقعد في الارض ده، شويه التراب دول هتقلبوا لجسد؟ هتقلبوا لجسد. انا منسى هقعد في التراب هيكون الدود، لكن اول ما يجي ابن الانسان هقوم بجسدي وهقوم بروحي الاثنين، وهقف قدام ربنا بنفسي وروحي وجسدي، وححاكم امام الله بروحي ونفسي وجسدي. مش بالروح بس، ليه؟ لان الروح عملت خير يا جماعه مش كده، فتجازى وتكافئ خيرا. طب الجسد ده ما عمل خير، ليه ما يكافئش بالخير؟ يكافئ بالخير مش كده. انت النهارده صايم، في ناس بتصوم لثلاثه، في ناس بتصوم لخمسه، في ناس بتصوم لسبعه مش كده يا جماعه. الجسد عطش وتعب، طب الجسد ده ليه لم يكافئ؟ هيكافئ ويلبس جسد نوراني مش كده، لانه صام وصلى مش كده. صح يا جماعه، الروح اشتهت ان تعطي وتفعل فعل خير، الجسد هو اللي تعب ومشى وعمل هذا عمل الخير مش كده. طب الروح كانت شريره واشتهت الشر، مين اللي نفذ هذا الشر؟ الجسد، فالجسد يعاقب مش كده. الروح اشتهت تزني، مين اللي زنى؟ الجسد، فالجسد يعاقب. الروح اشتهت تسرق، مين اللي مد يده وسرق؟ الجسد، فالجسد يعاقب. إذن كلمة صرير الإسنان يا جماعة معناها إنه الإنسان حيكون بجسده جوا هذا النار. تتذكروا العازر؟ العازر الغني قال لربنا إيه؟ خلي المسكين لعازر أن يجيب صباعه يبلل لساني، معناته عنده لسان مش كده؟ لأنه لسانه معذب بالنار. إذن في النار الواحد قاعد بسنانه وقاعد بلسانه وقاعد بيده وقاعد برجله، ويعاقب نفسا وروحا وجسدا. كويس، احنا وقفنا لحد وين؟ المعاسر وفاعلي الاسم. طيب نكتفي بكده بهذا المقدار، و لحد 43 ويطرحون في أتون النار، وهناك يكون البكاء وصرير الأسنان. حنبتدي من عدد 43، حينئذ يضيء الأبرار كالشمس في ملكوت أبيهم، من له أذنان للسمع فليسمع. نحاول الأسبوع الجاي إن شاء الله نكمل باقي الإصحاح علشان نطلع بأمثال ملكوت السماوات. لإلهنا كل المجد والإكرام في كنيسته من الآن وإلى الأبد، آمين.